مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفترة الأخيرة كان حديث السوشيال ميديا وكان ترند مسلسل ما وراء الطبيعة، ويستحق الحقيقة. يعني كلنا مترقبينه من زمان لأنه مستوحى من سلسلة ما وراء الطبيعة العراب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، أستاذنا كلنا يعني عليه رحمة الله. والحقيقة يعني مشروع ان هو يتحول لعمل يتعرض على الشاشات وكده، ده بيتخطط له من زمان وكان حلم للدكتور يعني. والحقيقة يعني لو تحقيق حلم العراب يحصل دلوقتي، احنا كنا نتمنى يحصل يعني من قبل وفاته، بس كون ان ده يتحقق يعني ده كافي لان لعرض المسلسل، غير ان المسلسل طبعا في مجهود يعني. فبعد تحية المجهود وبعد تحية دكتور أحمد خالد توفيق، عايزة أقول رأيي كمشاهد عادي للمسلسل بشكل عام من غير ما نمسك حلقة نفصصها زي ما أغلب الناس عملوا. هقول non popular opinion الحقيقة، فعشان اللي مش بيحب النقد يعني ما يكملش الفيديو. النقد المفروض النقد البناء يعني مطلوب، يعني انا اظن ان حتى القائمين على العمل، حتى انجح الاعمال في كل حتة، المفروض ان دايما القائم على العمل لو هو عايز يحسن من نفسه ومن ادائه مهما كان هو كويس، يعني لو هو حتى عايز يحافظ على نجاحه، لازم ياخد فيدباك، كونستراكتيف فيدباك، لازم ياخد الاريز اوف امبروفمنت، يعني نقاط الضعف، لازم يسمع نقاط الضعف وهنقويها ازاي، لان مفيش حاجة كلها نقاط ايجابية 100%. فلو هنبدأ بالإيجابي، أنا مثلا عجبتني رئيفة وهويدة جدا، عجبوني الممثلات اللي عملوا الأدوار دي جدا، كانوا حقيقيين أو زيادة عن اللزوم. أحمد أمين طبعا أنا بحبه جدا، بقدر جدا أعمال عمرو سلامة وشايفاه من المخرجين النوابغ الشباب يعني. ولكن أنا في العمل ده الحقيقة، وحتى بعد دعم نتفليكس يعني، كنت متوقعة أكتر من كده. يعني ما وراء الطبيعة أنا حاسة أنه ما جابش ما وراء توقعاتنا أو ما وراء البروباجندا اللي حصلت، تكون أنه هو إنتاج أول إنتاج مصري عربي لنتفليكس وكده. كنت متوقعة أفضل من كده الحقيقة. واضح أن إحنا عندنا مشكلة في تقديم الرعب أو في تقديم الثريلر. يعني حتى لما حبينا ناخد نقلد، هو مش عيب ان احنا نقلد، مش عيب ان احنا نقتبس، يعني هم الاجانب بيعملوا الثريلر احلى مننا طبعا بكتير، واحسن مننا بكتير، وكومبتنت فيه عننا بكتير. لكن ده ما يخلينيش اقلد في معظم الحاجات. يعني انا مثلا الحلقه الاولى في اسطوره البيت، انا مقدره ان في تشابه بينه وبين فيلم الاسباني اسمه ذا اورفانج، لو انا بنطقه صح، اللي هو الايتام او دار الايتام. وبالمناسبه الفيلم ده جميل، يعني هو مش رعب فقط، هو فيه رساله انسانيه، يعني انا ارشح الناس لمشاهدته يعني. ولكن انا حسيت ان كان تقريبا في تقليد كتير يعني. مشكلتنا في الثريلر او في تقديم الرعب على الشاشات العربية سينما او كده يعني، او دراما، مازال حتى بعد دعم نتفليكس مازال عندنا مش مظبوط، في حاجات تقنية مازالت ما احناش عارفين نرتقي. يعني انا لو عايزة افتكر كده ايه حاجة رعبتني يعني، كان فيلم الانس والجن، وده عشان شفناه واحنا صغيرين وتافهين. ويمكن اللي كان قرب يلمس مع المستوى الاجنبي فعلا شويه فيلم الفيل الازرق، بس الجزء الاولاني فقط يعني. كان طبعا خالد الصاوي رائع مع برضو الاخراج وكده، لكن غير كده هو واضح ان احنا عندنا مشكله في الحته دي، تقنيا، جرافيكس، في كذا حاجه. انا وانا بتفرج كنت مستنيه ان انا اكون قاعده متشوقه اكتر من كده، مركزه اكتر من كده، ما بقاش بتاوب او ما بقاش زهقانه او ما بقاش مستنيه الحلقه تخلص. ومع هذا هو يعتبر مسلسل عائلي جيد، مش وحش يعني، كانت اللمه لطيفه يعني، الاطفال عجبهم، اتشدوا لقراءه السلسله جدا، ودي حاجه حلوه لان الجيل ده ما قراش لدكتور احمد خالد لسه، او ما قرأش الحاجات اللي هي القديمة دي، فتشجع ان هو يقراها، فدي نقطة ايجابية. لكن غير كده لا، انا ما وراء الطبيعة ما جابش ما وراء توقعاتنا او ما وراء البروباجندا الفظيعة اللي اتعملت له.
انا اتمنى ان احنا ناخد الملحوظات دي في الاعتبار وما نقعدش نخبط في اي حد بينقد وخلاص، لا ناخد النقد الجيد ونحاول ان احنا نبقى افضل في تحويل بقية السلسلة باذن الله، وبالتوفيق ومشاهدة ممتعة ان شاء الله. سلام عليكم.